كمان في الجول قال ان بيمثل سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي نادي في قرعه ربع نهائي دوري ابطال افريقيا والمقارنه ليها يوم الاربعاء اللي جاي. وتاهل النادي الاهلي طبعا كمتصدر لمجموعته برصيد 10 نقاط ورافقه سيمبا التنزاني صاحب 9 نقاط. شدد سيد عبد الحفيظ على احترام جميع المنافسين وبيلعب النادي الاهلي امام احد فرق سان داونز الجنوب افريقي وحوريه كوناكري الغيني والنادي الرياضي. وقال سيد عبد الحفيظ ان النادي الاهلي يحترم جميع المنافسين في المسابقه واضاف الاهلي لديه هدف واحد ومحدد وهو الفوز باللقب الأفريقي واستعادة البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ آخر تتويج بها في عام 2013.